السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عماد انت سالفتك متغير علي ومتغير على لك، حتى السماعه ما ترفعها تقول ادري على ربي، حتى لحيتك الله يهديك حسنت لابعاد الشكوك يا بدر. اي شكوك انت؟ شو تحكي عنك؟ انت تدري انك اعز ربعي ولك مكانه كبيره بقلبي، انت متغير وفي شيء ابيك تحكي ايش عندك. انا صاحبي وانا عارف زين انت في بداخلك شيء، هذه ميت طبايعك كلش، تحكي قول ايش عندك تحكي. سوف أنال شرف الشهادة في اليوم، وفي أعظم من ذلك الأجر. لا 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 لا، مو عز ربعي، لا أبوي اللي هو أبوي، ما راح أسمح لأنه يدمر هالبلد. أنت اللي أعطيتينا الأمن والأمان وتربينا على أرضك، ما كفاهم الغزو، ما كفاهم الغزو، هيا يينا الحين للرهاب يدمرون هالبلد ويشتتون أهالية، إيش ناقص سوون بعد؟ إيش ناقص؟ ألو شرطة؟ اسمع أخوي، في عملية إرهابية راح تصير.